أشهر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب تقريره الحقوقي للفترة من أغسطس 2014 إلى ديسمبر 2020 الذي تضمن رصد انتهاكات ميليشيا الحوثي في مأرب. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد القداسي. أطلق مكتب حقوق الإنسان هنا بمحافظة مأرب تقريره الحقوقي للفترة من أغسطس 2014 وحتى ديسمبر 2020 بانتهاكات بلغت 14680 انتهاك توزعت بين الاعتداء على المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الطبية والإنسانية. وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح أكد بأن الميليشيات الحوثية مستمرة في الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على المدنيين ومخيمات النزوح. اليوم نحضر نشر تقرير مكتب الحقوق الإنسانية في محافظة مأرب لإطلاع العالم بأسره على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإيرانية. هذه الميليشيات للأسف الشديد انتهكت حقوق اليمنيين. نحن اليوم نتكلم على مأساة مخيمات ونزوح وزرع الغام لأبناء هذا الشعب وللنازحين الذين بعضهم نزح من 3 مرات إلى مرتين إلى 4 مرات حتى وصلوا إلى هذه المحافظة. اليوم للأسف الشديد بعد صلاة الفجر هذه المخيمات تستهدف. استهدفت اليوم مخيم التواصل، مخيم ذات الرأي، استهداف الممنهج للنازحين في مخيماتهم، وأيضا زرع الألغام، وأيضا استهداف الساكنين بالصواريخ البالستية والمقذوفات صواريخ الكاتيوشا. اليوم نشاهد مأساة من خلال الأرقام التي نشرها مكتب الحقوق الإنسان. هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن بوجود الإنسان. إدارة مخيمات النازحين أوضحت استمرار اعتداءات الميليشيات بالصواريخ البالستية والمقذوفات على مخيمات النازحين. تشهد محافظة مأرب في الآونة الأخيرة منذ بداية العام 2021 تصعيد من قبل ميليشيا الحوثية على مخيمات النازحين والمدنيين المتواجدين في تلك المخيمات. أدى هذا إلى نزوح أكثر من 3000 أسرة نازحة إلى يومنا هذا من داخل المخيمات، ووجود إصابات بين أوساط المدنيين وخاصة عند الأطفال والنساء. هذا التصعيد الذي تقوم به الميليشيات بدون احترام القوانين الدولية واحترام الإنسان يدل على الهمجية التي تقوم بها الميليشيات ولا تفرق ما بين المدني وما بين العسكري. مع الأسف الأسر الموجودة الآن في عدة مديريات نازحة متواجدين في المخيمات وضعهم مأساوي كثير، يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية. نطالب بإلزام الميليشيات بإيقاف الحرب والتصعيد على هذه المدنيين وعلى مخيمات النازحين. مكتب حقوق الإنسان أوضح بالأرقام والإحصائيات انتهاكات الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب خلال عوام 2014-2020. انتهاكات الحوثي البالغ عددها 14680 انتهاك، كما يعرض عدد الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي 231 صاروخ نوع الصواريخ البالستية، أيضا إلى 145 كاتوشة نوع كاتوشة، أيضا إلى تدمير أكثر من 40 خيمة في مخيمات النزوح. انتهاكات وجرائم جسيمة ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين واستمرارها بقصف الأعيال المدنية والمدنيين بالصواريخ البالستية والمقذوفات. إمام صمت العالم والأمم المتحدة والمنظمات الحقوق الإنسان. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.